السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ تعالوا بقى نشوف الحلو بتاعنا الجميل ده، صينية الجلاش بالكاستر. ان شاء الله هتعجبكم جدا. اللي مجربش الكاستر مع الجلاش بجد فاتك كتير. تعالي بقى النهاردة ان شاء الله تشوفي الطريقة وتشوفي المقادير، وبجد لما تجربيها هتعجبك جدا. انا عاملاها بالكاستر وعاملاها كمان بالمكسرات، يا رب تعجبكم. شايفه طالعه بقى جميله ومقرمشه، والكاستر هنا معانا بقى ايه بيدوب كده في البق دوبين. ده طبعا السيرب بتاعنا، هحط شويه كده على الوش، وده طبعا اختياري. والتزويق ده بقى طبعا بتاعك. انا حطيت هنا شويه من جوز الهند، لو حابه تحطي زبيب حطي، طبعا انا حاطه من جوه بس كده، يعني ايه الفينش النهائي عشان خاطر نديله شكل برضو احسن، ويكون كده ده كده طبق التقديم بتاعنا، وهيكون ده الشكل النهائي بتاعه. يا رب يعجبكم بجد، جربيه طعمه تحفه تحفه. هنقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا في المقادير. معانا هنا لبن، انا استعملت هنا لفة جلاش كاملة، وهجيب اللبن بتاعنا ده كيلو لبن. حطيت عليه 4 معالق من الكاستر، وهنحط السكر طبعا حسب الرغبة، وهنقلب وهنبدأ نحطه على النار، وعلى نار هادية، ونفضل نقلب لحد لما الكاستر بتاعنا يبدأ يتقل شوية، اكنك بتعملي مهلبية بالظبط. بس هنا طبعا النشا غير الكاستر خالص، بيديكي طعم تحفة تحفة. حتى اللون بتاعه هنا بص هيبدأ ان هو يديكي لون اصفر كده، وهنسيبه لحد لما يبدأ يبرد. هنكون مجهزين معانا الصينية، وهنحط فيها مادة دهنية. طبعا دوبت هنا شوية سمنة بلدي، وهنبدأ ندهنها في اول الصينية، وهنحط لفة الجلاش بتاعتنا. وبين كل راق وراق انا هبدأ ان انا اغمزها كده بالزبدة بتاعتنا او بالسمنة البلدي او اي نوع سمنه يعني عامه عندك بتفضليه، مفيش مشكله. وهبدا احط الرق التاني، انت بقى على حسب ذوقك او حسب احتياجك، انت مش عايزه تحطي اللفه كلها، حابه تعملي صينيه صغيره. انا هنا الصينيه بتاعتي كبيره، انا بفضل الصينيه اللي هي المستطيله ديت عن المدوره، علشان خاطر لما باجي اقطعها بتطلع لي القطع بتاعتي مربعه كده جميل. هنا الكاستر بتاعي اهو، هو لسه ما بردش قوي، بس شايفه السمك بتاعه جميل ازاي، ما شاء الله طالع جميل جدا. انا هنا حطيت تقريبا نص اللفه، وهبدأ ان انا احط الكاستر بتاعي كله، وهبدأ ان انا اوزعه على كل الجلاش بتاعي. هي طريقة سهلة جدا جدا ومش متعبة وسريعة. لو جالك اي ضيف مثلا او اي حاجة، والولاد حبوا ان انت يا ماما عملنا حاجة حلوة النهاردة، اعمليها وجربيها تعجبك جدا. هبدأ ان انا اساوي الحروف كده، وهبدأ ان انا اجيب المكسرات بتاعتي، او ممكن تخليها سادة. انا بس هنا نسيت وحطيت اول رق بتاع الجلاش، بس هبدأ ان انا احط المكسرات هنا مفيش مشكلة اهي. انا طبعا حاطه جميع المكسرات بتاعتي اللي عندي، وهبدا ان انا ارش في كل الاتجاهات في الصينيه واوزعها بالشكل ده.
بجد طريقة حلوة قوي وهتعجبك. لو انتي اول مرة تشوفي القناة اتمنى تكوني من المشتركين، ودوسي على زر الاشتراك وتفعيل الجرس. ولو انتي من المشتركين بالفعل وعجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني باللايك. طريقة سهلة وبسيطة وحلوة قوي لطعم الكاستر الجميل. لو انتي ما جربتوش قبل كده انا بنصحك ان انتي تشتريه وتجيبيه، بجد حلو قوي مختلف. هنجيب بقى معانا الصينية هنا بعد ما طلعت، هي ما شاء الله اهي، شايفة طالعة جميلة ازاي. هنا الكاستر بقى سايح كده وجميل. انا هبدأ اني اقطعها، وهنجيب معانا السيرب بتاعنا نكون مجهزينه طبعا، وهرش كده عليها بقى وهي طالعة سخنة كده والسيرب بتاعنا بارد. هخلي شوية بس عشان لو حبيت ان انا اضيف على الوش في بعض يعني الاطباق، في ناس بتحب السيرب يبقى كبير كتير او بيبقى على الوش كده، وفي ناس يعني ما بتحبش السكريات كتير، فعلى حسب الرغبة. هبدأ اقول بسم الله كده بقى ونقطعها. نبدأ بقى هنا نجيب طبق بتاع التقديم، شايفة بقى جميل ازاي ما شاء الله. طبعا هي لسه سخنة شوية، بجد تحفة يا بنات. هنحط هنا بقى شوية من السيرب، وهنزوقها كده بشوية من جوز الهند والزبيب. وبكده ده يبقى طبق التقديم بتاعنا، ويا رب النهارده الفيديو بتاعي يعجبكم. لو وصلت لحد اخر الفيديو لسه ما عملتش